جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرى بعض المصلين بعد الانتهاء من الصلاة يرفع يديه ويدعو، وبعد الانتهاء يمسح بيديه وجهه وجسمه، هل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرجو التوجيه. أما بعد الفريضة فإنه لا يشرع رفع الأيدي بالدعاء بعد السلام، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا المسلم بعد الفريضة بدون رفع يدين فلا مانع من ذلك، لكن لا يرفع يديه، لأن هذا شيء لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد النافلة فالأمر في هذا واسع. نعم.